انطلق في بلدية الزاوية الغرب مشروع البناء المؤسسي للبلدية. المشروع يهدف إلى تشكيل فريق عمل للتخطيط بالبلدية، وضع رؤية ورسالة وأهداف وخطط عمل للبلدية، وتطوير الأداء المؤسسي والتخطيط الاستراتيجي للبلدية. عقد في بلدية سوق الجمعة اجتماع لمناقشة استعدادات البلدية لفصل الشتاء ومواجهة فيضانات مياه الأمطار. هذا وحضر الاجتماع وكيل ديوان البلدية ومدير فرع شركة المياه والصرف الصحي سوق الجمعة، ومدير فرع شركة الخدمات العامة سوق الجمعة، ومدير مكتب شؤون المحليات. عقد في بلدية السرت اجتماع لمناقشة مشاكل المخابز وتوفير رغيف الخبز وآلية توزيع مادة الدقيق التي وصلت المدينة. الاجتماع حضره عميد وأعضاء المجلس البلدي ومراقب الاقتصاد ورئيس جهاز الحرس البلدي سرت. هذا وجرى الاتفاق على توزيع كمية قدرها 300 قنطار شهرياً من مادة الدقيق على عدد من المخابز داخل البلدية التي أثبتت التزامها خلال المدة الماضية. تتواصل في بلدية بنغازي حملة الفحوصات الطبية لطلبة الصف الأول الابتدائي. الحملة شملت فحص قياس الطول والوزن والعيون والأسنان والبطن وفحص الجهاز التنفسي تحت إدارة الخدمة الصحية بنغازي.